ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الحمل واكتر الحاجات اللي بيفكر فيها برج الحمل واكتر الاحاسيس اللي موجوده جواه واكتر حاجات هو منتظرها في الفتره القادمه خلال شهر يوليو لعام 2021. برج الحمل كتير انت عايز ان انت تغير قوي من نفسك. على فكرة ابراج كتير جدا بتغير من نفسها، ولكن او عندهم حالة التغيير، لكن انت برج الحمل عايز تغير في ان انا اظبط جسمي، ان انا اظبط جسمي واظبط شكلي عشان اليق على الستايل ده، عشان يعني انت عارف انت عايز تلبس ايه، انت عارف انت عايز تغير ايه، عارف ان انت عايز تعمل ديكور ايه، بس فكره السبب بقى او اللي هو انا عارف هعمل ده، ايه بقى اللي يخليني اعمل ده؟ ده اللي انت بتدور عليه، يعني كلبس كستايل كشكل انت بتدور كتير على ان انت تبقى جسمك افضل او شكل مثلا، او ان انا اظبط شعري اكتر، اظبط بشرتي اكتر، فانت بتدور على العامل الاساسي في كل الاحيان. كمان انت عارف ان انا عايز اغير مثلا ديكور، اعمل كذا وكذا وكذا، بس انت عايز انا هغير الديكور بايه؟ ممكن تكون العوامل الماديه، وممكن يكون برضو ان انت مش عارف تجيب الحاجه دي، الحاجه اللي الديكور اللي انت راسمه في بالك، ممكن تكون مش عارف اجيب الحاجة دي منين، يعني مكان ايه، فده برضو موجود كتير عندك، فانت بتدور على العامل الاساسي للتغيير المتطلب من جواك. انت عندك عارف انا هغير اعمل ايه، فاهمين اقصد ايه الفكرة؟ فده موجود جدا عندك. الحاجة التانية الاهتمام الصحي، يعني انت مهتم كتير او هيكون عندك فكرة ان انا عايز اهتم بصحتي، عايز ادور على صحتي، عايز ان انا ادور على صحتي النفسية، يعني بتدور كتير على الصحة الجسدية والصحة النفسية. بمعنى الصحة الجسدية اللي هي ليها علاقة بمشكلة انت بتعاني منها، فبتبدأ ان انت تدور على علاج ليها. اما الصحة النفسية هي ان انت بتدور على استقرار نفسي، بتدور على التغيير المرغوب فيه لأمانك النفسي او لاستقرارك النفسي، بتدور على ان انت تكون المتطلبات اللي موجودة عندك، لان عندك متطلبات كتير، انت عندك امور كتير بتفكر فيها، انت محتاجها، انت متطلبها، انت عايزها، زي الاستقرار العاطفي. يعني كتير من برج الحمل للناس اللي هم مش مرتبطين نفسهم كتير ان انت يبقى في حالة من الارتباط، يبقى في حب، يبقى في رومانسية، يبقى في شخص يعجب بيها واعجب بيه، ويكون في اسرة، في اولاد، في شخص يكملني، في شخص انت حاسس ان الشخص ده هو ده الكيان اللي انت عايزه، لانك مش عايز استقرار عاطفي وبس. برج الحمل عايز استقرار عاطفي كده بس كده، عايز استقرار عاطفي مع شخص مناسب، ما هو انت هات لي الشخص المناسب وانا استقر. فبرج الحمل بيدور كتير على ده، بيفكر كتير في ده. كمان بالنسبه له ان انت كتير بالنسبه لك يا برج الحمل، في اشخاص انت عارف ان عارفهم في حياتك، فانت بتحاول تقرب منهم، ولكن برضو في جزئيه من اصحاب برج الحمل اللي عنده نوع من انواع ان انا بتخيل الشخص اللي انا عايزاه، الشخص اللي انا بتمناه، الشخص مش عارفه ايه، فعندك ده جدا. وعلى فكره برج الحمل عنده الشخص اللي بيتمناه ممكن يكون مش مناسب في امور مختلفه، يعني ممكن يكون الشخص ده اصلا مرتبط، ممكن يكون الشخص ده بعيد عنه في الفتره الحاليه، فعندك ده جدا، فمش قادر توصل للشخص ده، في عواقب مخلياك ما توصلش يعني للشخص ده، ولكن انت بتتخيل الشخص ده كتير وبترسل له نوع من انواع التخاطر، ممكن تكون مش فاهم فكره التخاطر، ولكن انت بتبقى نقدر نقول ان انت فاهمها، ان انت بتعيش في عالم تخيل. اما بالنسبه برضو لحاجه تانية انت بتفكر فيها كتير، ان انت بتستغرب، يعني بتفكر في اشخاص انت مستغربها، مستغرب ناس مقربين ليك بالعند ده او الاسود دي، او ان هم بيعتبروك ان انت مش قريب، بتقول كتير وانا عملت ايه عشان الفلان ده ياخد عني الفكره دي، او عشان فلان ان هو يتعامل معايا بالاسلوب ده، او عشان ان هو ينفر مني بالاسلوب ده. خلي بالك مش ضروري ان احنا نكون غلطانين عشان نلاقي غلط من اشخاص، لا، في احقاد بتتولد في قلوب او نفوس الاخرين بتخلي اللي جواهم يطلع يعني لعلع كده، فما تقعدش ان انت تلوم في نفسك وتقول انا عملت ايه. هو برج الحمل مش بيلوم في نفسه، برج الحمل ما يلومش في نفسه، بس عندك بعض شويه كده من العتاب النفسي اللي انت ممكن تقوله لنفسك في خلال شهر يوليو. انت مش طبعك ده، بس في شهر يوليو بتقول ده لان انت بتميل الى العاطفه اكتر، احساسك هو اللي بيتحرك اكتر، فده انت بتفكر فيه كتير.
هقول لكم على حاجه برضو بيفكر فيها برج الحمل في خلال شهر يوليو، هتلاقوكم ان انتوا شغلكم جدا الموضوع ده. كتير من برج الحمل كان عنده بعض الامور اللي هي معطله او مأجله بعض النجاحات او الامور اللي انت مريت بيها فوق العقل، بمعنى اللي هي حاجات صعبه شويه، ممكن تكون نوع من انواع الاحلام او نوع من انواع العالم الاخر، او ممكن يكون يعني فاهمني اللي هو حاجات اللي ليها علاقه بما وراء الطبيعه شويه. فانت حاجات كتير حصلت لبرج الحمل من الامور اللي زي كده هتلاقي نفسك بتفكر فيها. انا انصحك ما تفكرش، فكر في مستقبلك، فكر في نجاحاتك، في التطوير، في ان انت عايزه تستقري في ايه، تعملي ايه، تطوري من نفسك في ايه. لكن انها ايه اللي كان عامل لي واقفه حال، ايه اللي كان مش عارفه ايه، ايه اللي تعرضت ليه، الموقف ده كان يعني ايه، الحلم ده كان معناه ايه، لا، انسوا كل ده، اللي فات انسوه، ابداوا صفحه جديده. الصفحه الجديده بتمنع كتير وقف الحال على فكره. خلوني اقول لكم دي كنوع من انواع النصيحه هتكون مهمه جدا، وهي ان وقف الحال او المشاكل اللي ممكن تتعرض بيها الغير مرئيه او الحاجات دي كلها، لما انت تتجاهلها وتتعامل بصفحه جديده مع نفسك، مع دماغك، مع ربك سبحانه وتعالى، فبتلاقي ان انت امورك بتبدا تتيسر. عارف فكره ايه بالظبط؟ هقول لكم وانتم هتفهموها. لما تلاقي شخص عايز ينرفزك بالعافيه ويضايقك من هنا ومن هنا ومن هنا، ويلاقي ان يعني يلاقي منك انت ان انت متجاهله، يعمل اللي انت تعمله، انا مش متضايق خالص على فكره. لما يلاقي نوع من انواع البرود اللي انت بتقوم بيه او اللي انت يعني تعمله، هتلاقي ان الشخص ده زهق، صح؟ فلما الشخص ده بيزهق بيتكل على الله، على حد تاني او في اي حته، احنا ملناش دعوه، اهم حاجه انه بعد عننا، صح؟ اعمل كده، اكيد انتوا فاهميني. اما بقى بالنسبه للحاجات اللي احنا بنفكر فيها واحساسنا والحاجات اللي احنا منتظرينها، انت بالنسبه لك ان انت منتظر قرارات جديده، لانك محتار في امر ما، محتار في قرار اوافق ولا ارفض، اكمل ولا لا، ادفع ولا ما ادفعش، ابيع ولا ما ابيعش، اشتري ولا ما اشتريش، عندك ده جدا. فانت منتظر انك تاخد قرار، منتظر انك انت تستشير بعض الاشخاص وتعرف رايهم، وتعرف ده بتبنيه على بعض الاسس، وتعرف ده صح ولا غلط، فتبدا تاخد القرارات دي. فعندك في خلال شهر يوليو انت هتبقى بتاخد خطوات تخليك ان انت تفكر صحيح، فتبدا تاخد قرارات قويه. فده اللي عندك. اما برضو بالنسبه للحاجات اللي انت بتفكر فيها كتير يا برج الحمل، انت عايز تقرب من مجموعه من الاشخاص. بالنسبه لك الاشخاص دي انت شايف ان هم كويسين، او ان انت مشتاق ليهم جدا، نفسك تزور بعض الاشخاص او تزور مكان معين، بس يمكن يكون الوقت مش مناسب، او ممكن يكون الظروف مش سامحه، او ممكن يكون ان انت اصلا في مشكله ما بينك وما بين شخص ما، فانت مش عايز تروح المكان ده عشان الشخص ده او عشان الموقف اللي حصل، يعني كده زعلان بس مداري، فعندك ده كتير. برضو بالنسبة لك ان انت عندك تعاملات مادية، حاجة لها علاقة بالبيع او الشراء او الاستثمار المادي، فعندك حاجة لها علاقة بالبيع والشراء او مشتريات مهمة، فانت عندك ده كتير. طيب برضو احنا عندنا بصراحة، انت عندك كمان نوع من انواع تغيير المكان، نوع من انواع ان انت عايز تجدد مود او تغير مودك او تغير المزاجية بتاعتك للافضل والاحسن، او انك تطور من نفسك طبعا لتحسين المزاج، عايز تطور عشان تعمل حاجه جديده في حياتك. طب طولت عليكم، فعند اغلب الحاجات اللي احنا يعني محتاجين ان احنا نتكلم فيها عشان نقدر نفهم دماغنا بشكل افضل. كمان انا بشكركم جدا، بتمنى لكم شهر ممتع وايجابي وسعيد يا برج الحمل، تستاهلوا كل خير. عندنا فعلا شهر هيكون مميز بسبب امور كتير مختلفه قلناها في التوقعات. ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.